يا أسعد الله صباحك وأهلا وسهلا بك. كان لكم مهرجان في الحكواتي والمهرجان الأخير. أولا نتحدث عن هذا المهرجان، أبرز ما جاء فيه لأنه كان مميز على ما يبدو. أول شيء صباح الخير يا قدس، صباح الخير لكم وللمشاهدين، ونحيي أسرى المعتقلين اللي لهم دور كبير في وجودنا في في القدس. في القدس شمال القدس، وجدت في القدس، انبثقت من شوارع القدس، من أزقة القدس، بتضم في صفوفها 80 شاب وفتاة، معظمهم أو كلهم مقدسيين، عانوا من المعاناة المقدسية، عانوا من السياسة المقدسية اللي بنعيشها. كان عندنا فكرة أنه بالفعل نطبق هاي المعاناة من خلال لوحات فنية نعملها، من خلال سكتشات ودبكات بتعبر عن التراث والمعاناة اليومية. فطلعت كلمة إحاءات تراثية اللي بتحكي عن السور، عن الجدار، عن المحاسيم، عن المدارس والطلاب. فعملنا لوحات فنية معددة، ضمت 8 لوحات فنية، عملنا 4 سكتشات، وكل لوحة كانت بتعبر عن شيء من المعاناة المقدسية. كيف احنا بنعبر من خلال الفن عن مأساة معينة؟ مثلا بدك تأخذ مثلا قضية معينة يعني بدك تعبر عنها، هل هي الطريقة؟ كيف المشاهد بده يعرف انه هاي الرقصة مثلا او هاي الفن او هذا العمل الفني بيعبر عن الشغل الفلاني، المأساة الفلانية؟ يعني بدي احكي لك عن لوحة من اللوحات اللي قدموها الممثلين، بتحكي عن الجدار وعن واحدة من المواطنات بتولد على الحاجز. فعملنا سكتش مسرحي على الولادة على الحاجز وكيف كانت المعاناة اللي بنعيشها. بعديها بالحق مباشرة فقرة الدبكة، بكون إيحاءات الدبيكة والممثلين أو اللي بيعملوا مش إيحاء فرحة. صحيح. بيلقى اللوحة الفنية هاي بتكون الوجه بعبر والرأسة بتعبر الحركات بتعبر. لوحة الشهيد اللي قدمناها كمان كانت لوحة معبرة كتير بتعطي دور أم الشهيد كيف العطاء بالتقدم. قدمنا لوحة ثالثة اللي هي بتحكي عن اللي اسمها فلسطينيين، بتحكي عن الوحدة الوطنية، عن التمسك بالوحدة الوطنية وإعادة صف الوحدة الوطنية. اللي هي بتحكي عن حتى شملت كافة الفصائل فيها الكلمات، فالكلمات بتعبر، الحركات بتعبر، الإحاطة على الوجه بتعبر لهذه. طب شو الفرق بين إيصال الرسالة من خلال مثلا كتابتها وتقديمها أو حكيها وشرحها عبر وسائل الإعلام أو مثلا وبهذا النوع من الفن؟ بنلاحظ انه كثير يعني الشعب المقدسيين كثير بنعاني عمالنا يوميا عمالنا بنعاني، يعني بتفاعل اكثر ربما بتفاعل جمهورنا بكون اكثر. يعني لما بعد ما انا بشوف انه في عرض دبكه عندنا بالحكواتي بشوف جمهور كثير بيعرف، وفي عندنا جمهور فاهم للدبكه، فاهم للتراث، كيف بنوصل الرساله. بلاقي المسرح مليان، بلاقي انه في فيش وسع بالمسرح، بشعر انه بالفعل بقدر اوصل رساله. في وعي لهي الثقافه بشكل كبير انه الشعب الفلسطيني بالذات المقدسيين لما يشوفوا انه في مهرجان بالحكواتي بنلاقي انه في جمهور، في اقبال كبير لان هذا الشيء. في مساعدات لنا من المسرح الحكواتي كثير بيساعدنا، بيوقف معنا، بيعطينا القاعه نتدرب فيها، فهذا شغل كبير لهم يعني. طب هذا المهرجان الاخير ابرز ما تناوله ومركز عليه شو هو؟ الجدار. يعني كنا ركزنا كثير على الجدار، ركزنا كثير على التراث والتمسك بالارض وتمسكنا بالقدس كمقدسيين والقدس عاصمه ومقدسيتنا. لاحظنا انه في تهويد كثير للمقدسيين، عمالنا بنلاحظ انه في عندنا كثير مهرجانات بالحكواتي بتهتم بالتراث، حتى في عندنا كمان اسبوعين مسابقه للدبكه، الهدف منها مش الجائزه ولا هذا، الهدف منها نشر التراث ونشر دائما التراث الفلسطيني داخل القدس. كيف اوصلتوا معاناه المقدسي على الجدار من خلال لوحاتكم او الفنكم؟ السكتش اللي عنده الاخ وسيم العفيفي اللي هو بحكي عن الست اللي ولدت على الجدار وكيف كان رده فعل الجنود على الحاجز، عدم اهتمام فيها، اخذها نوع من الكوميديا، بس وصل الرسالة منه من الكوميديا انه يعني واحدة ولدت على الحاجز. اثنين احنا طولنا احنا بدبكة بتحكي عن الفلسطينيين وتمسكنا بالقدس وكان في بتاعت الشهيد. طيب يعني هاي قضية فرقة الشموع، فرقة شموع المقدسية، فرقة شموع القدس، فرقة شموع القدس. هاي الفرقة يعني بتركز أعمالها في داخل القدس أم أنه خارج المدينة أيضا؟ بالعكس، يعني احنا
نشرنا عروض كبيرة لنا في الخليل، في رام الله، في نابلس، وفي كافة محافظات الوطن. كان لنا عروض، مشاركتنا بتقتصر على عروضنا الحالة. أي مؤسسة مقدسية دائما تطلبنا، إحنا جاهزين بدون أي مقابل. دائما نحب نخدم أي مؤسساتنا، لأن مؤسساتنا بتعاني كتير من الوضع اللي إحنا عايشينه، فإحنا دائما نكون مسبقين في مساعدة المؤسسات المقدسية بنشر السياسي. عندنا مشكلة المكان، عندنا مشكلة المكان يكون خاص للفرق الدبكة كلها تشملنا مع بعض. يعني عندنا حوالي 30 فرقة دبكة في القدس، ما فيش عندنا إطار يشملنا كلياتنا، يجمع يهتم في الفرق الدبكة عشان يكون احنا فرقة نقدم بشكل أكثر. هل تجاوزتم حدود الوطن؟ كنا نتمنى نطلع، بس الأولويات دائما للمحسوبيات. يعني الفرق اللي واصلت تطلع قبلنا دائما، مع انه احنا عندنا فرقة لنا 10 سنين وكنا مقدسيين وكنا نهتم بالتراث. يعني في فرق تاني كتير بتنطلق بتخرج عن التراث بحركاتها بالراب بالأشياء زي هيك. احنا بالعكس كنا متمسكين بالظريف الطول وبدلعونا وبالزين الأنباز وبالزين الفلاحي. وانتم كمان عندكم رسالة يجب انكم توصلوها مش بس للقدس، اهل القدس ولفلسطين، انما ايضا للعالم العربي والاسلامي، خاصة في اللي بتعرض لها القدس لهجمة مخيفة. علشان هيك احنا بنشتغل في الامكانيات المحدودة اللي عندنا، بنشتغل. انبسطنا انه في مسابقة للدبكة عشان تثبت من الفرق اللي هي بتقدر تمثل القدس بالخارج. مش اي فرقة مقدسية بتقول انا بقدر امثل القدس بتطلع برا بتمثل القدس. فهذه المسابقة رح تحدد مين الفرقة اللي بتقدر تثبت انه هي بالفعل تقدر توصل الرسالة بالخارج من خلال لوحاتها، من خلال كلماتها، من تعبير بالزي. فهي رح تكون مسابقة ان شاء الله مرتبة. متى ستجري هذه المسابقة واين وكيف ستكون مشاركتكم فيها؟ المشرف على اتحاد الطلبة المقدسيين اللي هو الاخ طاهر الديسي راح تكون في يوم 25 شهر في عنا، اللي هي افتتاح المسابقة في مسرح الحكواتي، وراح يتم في عنا قرعة، وراح يشرفنا الاخ الشاعر سامح القاسم في الافتتاح، وراح يتم فيها القرعة للمسابقات كيف. وهي الحلو فيها انه كمان ناخذ طابع المسابقات المنافسة بين كل فرقتين مع بعض. يعني انا وفرقتين كمثلا نهواند او رواق او قدس للفنون الشعبيه بيصير بينهم منافسه، بعد اسبوع ثاني من فرقتين ثانيين، فبتتم تصفيه يعني من نوع جديد المسابقه، وكل انسان بيقدر يعطي امكانياته. ما المطلوب من فرق الفنيه في فلسطين انها مثلا عندما تسافر الى الخارج، مش هو المطلوب منه فقط عرض من اجل ابساط الناس وفرحتهم، ام انه رساله يعني كما تعملون؟ لأي فرقة لأي فرقة في القدس وفي خارج القدس بالضفة بالقطاع، لما تطلع تسافر على أي وطن عربي أو أي دولة أجنبية مانحة، أو إنه يكون هدف منها الأساسي هو نقل الرسالة المقدسية أو الفلسطينية، الحفاظ على التراث الفلسطيني. كتير نتعرض إحنا لحد هلا، يعني أنا واحد من الناس تعرضت إنه أجي أدرب دبكة في مدارس إسرائيلية، لا بدهم يسرقوا التراث تبعنا، بدهم ياخذوا التراث تبعنا، بدهم ياخذوا الظريف الطول، اهتموا بالظريف الطول ودبكه الدلعونه. فبالعكس الهدف الرئيسي يكون انه الحفاظ على التراث الفلسطيني، نقل اللوحات الفلسطينيه بالزي اللي بتختاروه لما تسافروا. حاولوا اختاروا الزي الفلسطيني، الثوب الفلاحي، الانباز الفلسطيني، مش المهم ان قلب الزي حلو. تمام، كثير من الفرق عمالنا بنشوفهم ماشي لبناني او سوري وزي لبناني. فبالعكس احنا لما نسافر برا بتمنى ان يكون الاهتمام بالحفاظ على التراث الفلسطيني، على الحفاظ على الهويه المقدسيه بالذات والتمسك فيها. باختصار شديد في النهايه، هل بالامكان سرقه هذا التراث؟ يعني بيحاولوا يسرقوا، لكن هل بالامكان يسرقوه؟ اما انه صعب. صعب كتير، صعب كتير، لانه تراثنا مميز، دبكاتنا مميزه، حركاتنا مميزه، وشبابنا لما يعطوا بيعطوا بقلبهم. فحتى لما تدرب واحد اجنبي دبكه بتحس انه بيعطيها بتختلف كليا. فاحنا تراثنا الحمد لله رب العالمين متحفظين عليه وماسكينه بشكل ربما يسرقوا الحمص وما الى ذلك. الحمص لا، احنا الحمد لله متمسكين بالتراث. الفن والثقافه وهذه صعب جدا سرقه هذه الامور. منصور ابو غربيه رئيس فرقه شموع المقدسيه، اشكرك جزيل الشكر، ونتمنى لكم انه ان شاء الله تكون رسالتكم واضحه وقويه وتستمرون بهذا النفس لابراز مشاكلنا والمشاكل القدس الدائمة، وإن شاء الله في العالم العربي المرة القادمة. أعزائي المشاهدين، أشكر ضيفي منصور أبو غربي، وأشكر كل الضيوف الذين كانوا معنا طيلة هذا